السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع برنامج انسكيب وادنس بيخليك تعمل ريندر في الوقت الحقيقي بسهولة جدا، من هنا تختار ال 3D اللي انت عايز تشوفه، وبعد كده بتقول له شغل لي اللايف ابديت. في اي حاجة بتحصل بيظهر معاك هنا او بالشكل دوت. اول ما اخترت الفيو 17 راح مودينا على الفيو دوت. تقدر من خلال الاختصارات دي W تقدر تطلع بيها كده، والدي يمين، والاي شمال، والاس ترجع لورا. وعايز بقى تطلع لفوق في الاي هتقول له حرف الاي، والكيو هيبدأ ينزلك. عايز تسرع بالشيفت، شيفت هيخليك تتنقل بسرعة للحاجة اللي انت عايزها، وكنترول بيخليها اسرع. ولو انت عايز تبدل الفلاي او الووك تعمل سبيس. لو انت عايز تشوف الماب الموجود انت موجود في انهي لقطة هتدوس حرف الام بالشكل دوت. لو انت عايز تخفي القايمة دي او تظهرها حرف الاتش. حرف الكي بيبدأ يعمل لي في فيديو اديتور، فبقول مثلا اد كي فريم، وببدأ اروح للمكان تاني مثلا بالشكل دوت واقول له اد كي فريم، وبعد كده اقول له انا عايز اعمل بريفيو، فيبدأ يوريني النقلة من الفيديو بالشكل ده. مجرد ان انت حددت مكانين هو يبدأ يعمل اللقطة بينهم بالشكل دوت. طبعا كل الحاجات دي تقدر تخليها فيرتشوال رياليتي.